هذا البرنامج برعاية كريم هايبر ماركت. تفضل وقف هون، تفضل هون على الطاولة هاي. اوه ايوه، ليون طقس العرب. اين ليون طقس العرب؟ تفضل سيدي. هذا ليون موظف. كيفك ليون؟ شو اخبارك؟ العب واحد من الاسم مبين بالمنطقة، الزلمة جد ليون. حلو. بس انا اكتشفت عندك مهارة قبل شوي بتصمد في الهاي. بصمد انا شوفها، والله مهارة مرتبة هاي، بلفها زي رونالدينيو. بدنا نشوف هسه، بدنا نشوف هسه المهارة على الطاولة. لحد الآن ما فيش ولا أي ضيف من الضيوف قدر إنه يغلب ليون، منهم كمان رياضيين، منهم الكابتن محمود عبدين ما قدر يغلب ليون. أوكي، نشوف هل أنت راح تغلب. زيد علي الستريس 100%. بدنا نعرف أنت راح تغلبه ولا لا، ولكن في عندنا شرط. بدك تلعب وأنت تجاوب على أسئلتي. أوكي. ممكن يكون في أسئلة ما بتناسبك إنك أنت تجاوبها، ومعك تحكي باس مرة واحدة، ومعك تحكي باس كمان مرة وينخصم منك نقطة. أوكي، يعني تو باسز، واحدة منهم تو تانجا تو واحدة منهم أوكي. واحدة منهم نخصم نقطة من سكورك. راح أقدر مفتوحة لتخلص الأسئلة. أوكي، راح أضلني أعطيك أنا أبديت في السكور سيدي. تمام، أنت باليسار تلعب. 3 2 1. يلا شباب، حمزة الغزو كيف حالك؟ حمزة الغزو رد علي. أنا مليح، أنا مليح. لازم ترد علي وأنت بتلعب. أنا كويس، أنا كويس. هاي نقطة لي. كويس. طيب، 1-0. 1-0. حمزة، هل أنت من الأشخاص اللي بتأيد فكرة تعدد الزوجات؟ لا. ليش؟ يا دوب تلحق على واحدة. يا دوب تلحق على واحدة. طيب أوكي. أكثر إشي ندمت عليه في حياتك؟ واحد. أكثر إشي ندمت عليه في حياتي إني درست جامعة. ليش؟ لأنه ما استفدتش. ما استفدتش إشي من الجامعة؟ طب يعني هلا لو حالك أنت كنت إنسان مش جامعي كان حالك أفضل؟ مش أفضل، بس ممكن أستغل حالي بإشي ثاني. حلو، تمام، أوكي. طيب، بكل صراحة. إيه؟ عمرك بكيت بسبب شخص؟ بسبب شخص ولا على شخص ولا؟ لا، بسبب شخص. حدا مين آخر واحد بكاك جد بكيت؟ صراحة ما فيش. شو ما فيش؟ بسبب كلام شخص يعني؟ ما لا ما في. ما ما في. طب آخر موقف بكاك بشكل عام؟ شوف كيف النقطة هاي؟ أنت خسران لحد الآن. أنا خسران بس جبت خسران. تمام. كمل لي سيدي. ما آخر موقف بكاك ما جاوبت عليه؟ آخر موقف بكاني كموقف يعني وفاة صديقنا الله يرحمه غشار سكرية. الله يرحمه يا سيدي، العمر لا يرحمه. أوكي، تستحي إنك هذا سؤال بيسألوه للفنانات. تستحي تحكي إنك بتبكي؟ لا. طيب أوكي، طيب راح أتركك على راحتك، راح أحكي لك السكور تبعك كمان شوي. أوكي، لأنهم الشباب عم بيحسبوا السكور قاعدين. تمام، رن الجرس معنا. رن الجرس. حلو، اوكي. لا ما رنش الجرس، كنا سمعت غلط. طيب خلينا نكمل سيدي. تمام، مش ضابطه، مش ضابطه، عرفت نقطه ضعفه بس. النتيجه سيدي 8-3. اوكي حمزه، كانه عندك عقده من وزنك. لا، كيف يعني؟ لا، جربت تنحف مليون مره صحتك وكفت. مش عقده، اكتشفت انه صارت عندي هوايه. هوايه اني بقدر بقدر انحف وقت ما بدي. بقدر يعني هاي الاشي موجود عندك انك تقدر تنحف وقت ما بدك. تمام، اوكي. وزنك حاليا؟ وزني حاليا قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ حلو، 100%. طيب 105 110 105 10 4 النتيجه. اوكي، طيب لو حكينا لك حمزه صار الوقت انك تنفصل عن فوق الساده، ومعك فرصه او مجال انك تاخذ واحد منهم تكمل انت وياه خارج فريق فوق الساده، مين راح تختاره ليش؟ يعني اذا خلص بدي انفصل ما باس. باس، اوكي. يعني جواب ما فيش. اوكي، يعني مش بالمخ انه طيب. حدا ينفصل. خلينا نضلنا بفوق الساده. كثير تعليقات بتحكي انه فوق الساده ملقوا. شو ترد على هذا الاشي؟ يعني شوف، في مرات احنا بنحس حالنا انه ملقنا. عرفت؟ بس مش بالمجمل، بشغلات. يعني ممكن بطريقه نكت، طريقه البرامج، بس يعني تشويش واضح. مثلا يعني لو ملك كان ما استمر ماشي. طب كنتوا فريق عم تعملوا سكتشات كوميديه وعم بتبدعوا وعندكم اكثر من فقره وكنت تعملوا برنامج كامل من ضمنه تشويش واضح، ليه قررتوا انكم بس تركزوا على تشويش واضح؟ يعني تشويش واضح صار له مواسم اكثر من فريندز يا زلمه. شو في؟ شوف، تشويش واضح لانه معتمد على الويكلي، الاخبار اللي بتصير بالاسبوع. تمام، فعمره بيكون اكبر شوي. طيب من خلال عملك بفوق الساده، هل نحن بلد ك
كما بيحكوا حرية عندنا سقف السماء في التعبير السياسي؟ إلى حد ما. إلى حد ما، يعني ماخذين راحتكم بالتعبير إلى حد ما. إلى حد ما. طيب ممتاز. في عندكم حلقات منعت من العرض؟ لا ما في شيء منع من العرض. تمام. طيب في كمان ناس تحكي إنه حمزة الغزو بضل ينكش على المشاهير وعلى شباب السوشيال ميديا في الأردن عشان يلم فولورز. لا فولورز. شوف احنا الوقت اللي طلعنا فيه لو بدنا نساوي الشغلة هاي كان صار عندنا يعني ملايين الفولورز. صح. عرفت؟ واحنا لما بلشنا بوقت الموضوع هذا. تمام. يعني الجو تبع السوشيال ميديا ما كانش موجود. تمام. طب بما انك انت تزوجت كيف تتعامل مع ال في بقلك معجبات اكيد معلم، دور المعجبات بحياتك الزوجية سبب لك مشاكل؟ شوف لا صراحة مش بتقدرش تقول مشاكل بقدر ما هو انه هاي نقطة لي خلاص يعني الموضوع 20-10 النتيجة الموضوع متأقلمين معه 20-11 متأقلمين معه. طب بتحس شريكة حياتك اللي اخترتها تكون زوجتك متفهمة لطبيعة شغلك وعملك انه انت انسان متفهمة من البداية يعني كويس ممتاز. انا لما عرفت مرتي كنا لسه ببداية فوق السابق. تتمنى انك ما تزوجت؟ هاي النقطة عبد ثلاث. لا مبسوط انك تزوجت لانه بقول لك دائما اذا بدك تتزوج لا شوف اللي بقول لك انه الجيزة مش كويسة هذا عريض انسى حكي فاضي. طيب 12-22 12-23 لمين 23؟ انسان في الاردن لا يستحق ان يكون مشهور. مين لا يستحق ان يكون مشهور؟ لا بيستحقش اللي هو موجود فيه يعني ما فيش ببالي الا اذا اعطتني خيارات. اها اعطيتك خيارات بتجاوب في الاسم؟ ممكن توقع حالك؟ لا ممكن اجاوب مش شرط. عدوا هاي النقطة لي ممكن تجاوب بس انه هسه اطلع لك واحد افكر يا دوب قاعد افكر كيف بدي اشمطه بالنقطة هاي هيك. ما هو انا بخاف اسمي برضو نزعل ناس يعني انا بديش اسمي لك احطك بموقف نقطتين اللي ورا بعض عادي انت ممكن يعني اوبشنال الموضوع مش عارف افكر باسماء يعني بس انت ذكي حطيتها بملعبي مش ضل لي فاس انا انت ذكي ما بدك تستخدم هذا الفاس طيب اخر خلينا نحكي مره تمشكلتوا بين بعض داخليا بالشغل فوق الساده دقيتوا ببعض بالشغل بتدقوا ببعض بالشغل دائما ايه شوف مشاكل كمشاكل يعني شبه كل ما نكتب إشي بنتمشكل بس مشاكل على المحتوى من اكثر واحد بيناتنا من اكثر واحد بيستفزك الشباب بالشغل كل واحد بيستفز بطريقه نعم يعني. وانا بستفزهم يعني بالمقابل بس طيب. كله بيكون نقاش على حلو على الكتابه تمام حلو بتحس انه فوق الساده راح يستمر ولا راح يجي وقت وتنتهي ظاهره فوق الساده يعني كصناعه محتوى في له عمر معين بس هسه الفكره انه احنا قاعدين بنحاول نطلع تالنت جديده تمام ممتاز بحيث انه احنا نصير باك ستيج 100% يكملوا هم مكاننا. ابدعت سيدي يعطيك الف عافيه 16 لإلك اللي بيحط غلط 16 اربع نقاط الي 30 لليون هيك انت بتقدر تكون نقول لك خسرت مع هذا البرنامج برعايه كريم هايبر ماركت